أزيد من 20 جريدة تصدر يومياً، إضافة إلى الجرائد الجهوية، المجلات والأسبوعيات، لكن عدد قرائها لا يفوق 20%. كميات وافرة من إصدارات الصحافة المكتوبة، تتنوع مواضيعها وتختلف أشكالها، لكن مبيعاتها ما زالت لا تبعث عن الارتياح. مقروئية الصحافة بالمغرب، هل هي أزمة قراءة أم أزمة مضمون؟ ما هي أسباب انخفاض مقروئية الجرائد؟ هل هي في تراجع أم أنها لم تعرف أبداً ارتفاعاً؟ ما هو دور الصحافة الإلكترونية؟ أهو تعزيز ثقافة القراءة أم تكريس ينبئ بزوال الصحافة الورقية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وتفاصيل أخرى نشاهدها في الروبورتاج التالي، فلنشاهد. بالنسبه للجرائد فانا ما كنشريهمش يوميا، يعني كنقراهم ولكن ما كنشريهمش يوميا. كيتعذر عليا انني كل مره نهبط للزنقه ونشري ونطلع، يعني جو تروف با لو طون بور فير تو سا. مي بون كنمشي لي سيت سي بلو براتيك، اون بلوس انتي كتكوني سور نت، يعني جوست ان كليك غتمشي لو سيت غتقراي كاع الاخبار اللي عندك. حقيقة ما كنقراش، ما كنشريش الجرائد، باغ كونطخ كنقدر نقراهم الوقيتة اللي كنكون تغديت ومشيت نشرب قهوة، فكنطالع على واحد المجموعة ديال الجرائد الوطنية، و أو ميم طون بوندون لا جورني كنتصفح مواقع إلكترونية اللي كناخد فيها معلومات أكثر من الجرائد. فقط 1% من مجموع سكان المغرب من يقرأ الصحف والمجلات، أي أقل من 350 ألف قارئ يوميا، نصفهم من ساكنة محور الدار البيضاء والرباط، والذي لا يضم سوى 15% من مجموع سكان المغرب البالغ عددهم 32 مليون نسمة. أرقام تدل على أن قراءة الصحف وانتشارها ما زالا محدودين في مغرب الألفية الثالثة، فبإمكاننا الحديث إذن عن أزمة مقروئية حقيقية يعيشها المجتمع المغربي. دفعت الباحثين إلى التساؤل حول طبيعة هذه الأزمة وعن العوامل التي تقف وراء عزوف المغاربة عن قراءة جرائدهم. مما لا شك فيه، هناك دائما ربط بين التربية والتكوين وبين مستوى المقروئية. لا يمكن أن نفصل بين المقروئية وبين القراءة. لما نقول الأمية نقول عدم القدرة على القراءة، فكيف يطلب من أمي أن يقرأ صحيفة؟ أما على مستوى القراءة والمقروئية فهذه كانت من الأشياء ربما التي تعتبر من كماليات الإصلاح، لكنها في الحقيقة لم، بالعكس الآن عندنا عزوف عن القراءة أكثر، خصوصا مع ظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة والتطور الرقمي لغير ذلك، فأصبح الإنسان يحبذ الفرجة السهلة أكثر من القراءة. نسبة الأمية بالمغرب التي تتراوح بين 30 و40%، وعلى الرغم من ارتفاعها ليست هي السبب الوحيد لعزوف المغاربة عن اقتناء وقراءة الجرائد والمجلات، فالأكيد أن هناك أسباباً أخرى من قبيل القدرة الشرائية المتدنية للمواطن المغربي، وكذلك جودة المنتوج الصحفي، عوامل ربما لا تجعل القارئ متشوقاً لتصفح جريدته بشكل منتظم مع احتسائه لقهوة كل صباح. الدخل الفردي كيلعب، يعني يقدر يدخل في هذه المسألة، أن الواحد كتجيه صعيبة أن يومياً يقتني جريدة كتسوى 3 دراهم، أو كذلك مجلة اللي كتسوى 10 دراهم السيمانة أو كذا الأسبوع إلا كانت أسبوعية. دونك كتجيه أن 3 دراهم باش يقتني جريدة شوية، إلا حسبها إلا يعني ضربها في واحد 7 أيام غادي تجي، يعني كتبان لي بأن ميزانية شوية طالعة. وديما كنرجعوا لأنه كيشوف أولويات، يعني عنده مسبقا أكثر كيحدد الأولويات ديالو في حوايج أخرين أكثر من مسألة أنه يقتني جريدة. سعر الصحف الحالي أقل من الكلفة الحقيقية لإنتاجها، لكن القارئ المغربي
يبدو غير مستعد تماما لأي زيادة في ثمنها، فقد أظهرت بعض الدراسات أن كل زيادة في أسعار الصحف تؤدي في الأيام الموالية إلى تراجع في عدد القراء 10% قبل أن تعود نسبة الإقبال على هذه الصحف إلى مستواها المعهود. يعني اون جينيرال نقدر نقولوا بانه كيقرا غير المناسبه وعلى حساب المزاج ديالو. شوف هو اش قال لي راسو، قال لي اليوم خاصني نقرا ما قالش ليه راسو ما يقراش. بعض المنصرفين عن قراءه الصحف يعللون ذلك بضعف محتوى الجرائد الوطنيه، اضافه الى التطور الكبير الذي عرفته تقنيه الاعلام والاتصال والتي اغرت الناس باكتشاف هذا العالم الجديد. في نظري علاش الناس ما كيقراوش الجرائد؟ حيت دابا الجرائد الالكترونيه ولات متوفره في الانترنت، ولات سهله بنادم يجي يقرا لي جورنو، ومام ان الواحد ولاو دابا دي سمارتفون كتوصل ديزانفورماسيون ساهل، تقدري توصل الايميل ديالك، تكوني دايره لي نوتيفيكاسيون، تحلي الفيسبوك تلقاي لي جورنو، ولا دابا متوفر. وبنادم باش يمشي يشري ثاني يبقى يشري شاك جوغ ويبقى يقرا ويضيع في الوقت، حتى الوقت ما بقاش عنده. سلام. واش كتقراها كيما كتقراها؟ كنقراها مدمن عليها، ولكن الحقيقه كدوك العناوين كتجذبك والمضامين خاويه فارغه، ولقيت راحتي في الاذاعات الاجنبيه الجزيره والعربيه وغيرها. نعلم جميعا بان نسبه المقروئيه وبالاحرى نسبه توزيع صحف في المغرب هي من اقل النسب في العالم. هناك بعض الأرقام يعرفها صحة متداولة ويعرفها الجميع، مثلا 13 نسخة للصحف اليومية بالنسبة لكل 1000 مواطن. هذه النسبة في حد ذاتها لها دلالات عميقة. لماذا؟ أولا لأن في الدول العربية، إذا قارنا هذه النسبة مع الدول العربية فهي تفوق 34 نسخة لكل 1000 مواطن، أما إذا قارناها ببعض الدول الأوروبية التي فيها من تفوق 600 نسخة لكل 1000 مواطن. هذه النسبة المنخفضة حقيقة قد تدعو للإحباط ولليأس، ولكن بقدر ما تدعو إلى ذلك فتدعو كذلك لمراجعة الأسباب التي أدت إلى هذا. كانت عدد نقاط البيع في المغرب 800 نقطة بيع، الآن أكثر من 8000 نقطة بيع، في الدار البيضاء كاين 1300 نقطة بيع، فما كاينش حي ما فيهش جريدة. بالرغم من تطور تقنية الطباعة خلال العقد الأخير، حيث تتوفر الشركات المختصة على أحدث التقنيات العالمية، وبالرغم من التعدد والتغير الذي عرفته الصحافة المغربية بمجيء عناوين كثيرة وتطور ما يسمى بالصحافة المستقلة ودعم الدولة المادي للمقاولات الصحفية، إلا أنها لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، فعدد القراء لم يرتفع، حيث أن مختلف المعطيات تشي بما لا يدع مجالا للشك أن هناك الكثير ممن لا يقتنون جريدة إلا في القليل النادر، كما أن الثقافة الشفوية السائدة قد تحول دون توسيع دائرة المتلقين، فالقارئ كما يؤكد على ذلك أحد علماء الاجتماع ينفر مما هو مقروء لأنه يجعل مسافة بين القارئ والخبر، مما يسبب التعب ويتطلب التفكير والتركيز أكثر، كما أن من الباحثين من يفسر الظاهرة بكون القارئ المغربي فقد الثقة في صحافته بسبب عدم التزام بعض الصحفيين بأخلاقية المهنة. فالحاجة ماسة إذن إلى صحفيين مهنيين للتعامل مع الخبر كخبر والتعليق كتعليق، في حين أن بعض الفاعلين في القطاع يرون أن الصحف التي تعتمد الإثارة هي أكثر رواجاً من الصحف الجادة. للأسف أنه كاين حالة معكوسة في المغرب، أنه الجرائد المهنية واللي عندها مصداقية ما كتتبعش بزاف، ما كيقراوهاش الناس بزاف، في حين أن الجرائد التي تعتمد على الإثارة المجانية وعلى الجنس وعلى المواضيع المثيرة هي التي بمهنية أقل، بمهنية منعدمة في بعض الأحيان، هي التي تلقى صدى عند القارئ المغربي. تحصيل إعلانات هو الذي يجعل أحيانا بعض الصحفيين أو أغلب الصحفيين يسقطون في مطب الإثارة أكثر من البحث عن الخبر، وهذا ما يجعل القراء أحيانا يبتعدون في لحظات ما أو في أسابيع ما أو في شهور ما عن الاطلاع على الصحف، لأنهم يحسون بالقرف نتيجة ما ينشر من مواضيع قد تكون لا علاقة للمسألة
أخلاقية بمعنى الأخلاق، ولكن لها علاقة بالتجريح والمس بالأشخاص وبالحميمية الأشخاص. خلصت إحدى الدراسات التي أجرتها مؤسسة سويسرية بشراكة مع وزارة الاتصال إلى حاجة المؤسسات الصحفية للاستثمارات ولإعادة تأهيل الموارد البشرية ووسائل الإنتاج والعمل على تطوير الصحافة الجهوية، كما دعت إلى إعادة النظر في محتوى ومضامين ما تقدمه والاهتمام أيضا بالصحافة الرقمية والتي لا تزال في خطواتها الأولى داخل المجتمع المغربي، وإن كانت تحقق أرقاما قياسية من حيث القراءة لدرجة جعلت بعض المنابر الإعلامية تلغي نسختها الورقية وتستبدلها بالجريدة الإلكترونية، كما أن أغلب الصحف أصبح لها موقع إلكتروني خاص بها. طبيعة الحال نسبة المقروئية في الموقع يعني تفوق بكثير نسبة المقروئية اللي كنسجلوها على مستوى المجلة، هي مسألة طبيعية. علاش؟ أولا كاين لاكسي الانترنت اللي كيتزايد أكثر فأكثر. ظهرت عدة صحف إلكترونية شاملة، الإضافة النوعية التي جاءت بها هي تحيينها على مدار الساعة حيث يتزايد عدد زوارها بشكل كبير. إلا خذينا غير مقارنة بسيطة جدا مع الصحافة الورقية، كنلقاو جريدة كتبيع 16,000 نسخة حسب الإحصائيات اللي كان في لوجيتي، كنلقاو 16,000 كتدخل لإسبريس غير من ناحية باريس، يعني فرنسا غير في النواحي ديال باريس كتدخل 16,000 واحد يوميا. الصحافة الإلكترونية غتعطي واحد الإضافة ولا غتعطي واحد إمكانية ديال الناس يقرأوا الصحافة المكتوبة، وهادشي اللي وقع لأن الصحافة الإلكترونية عندها تصور طريقة في الخدمة ديالها، كتعطيك الخبر بسرعة اللي يقدر يعاونك كثار ويخليك تمشي تقرا في الجرائد اليومية وتشوف. هي وسيلة ما غتقضي عليها حتى شي حاجة، وسيلة غتطور معايير الصحافة الإلكترونية، خصها تأدبط الصحافة المكتوبة، خصها تأدبط مع التحول اللي وقع. الجرائد الإلكترونية هي مكمل ومنافس في نفس الوقت الجرائد الورقية، مكمل لأنها كتعطي أخبار كيف ما كنتعاملوا حنا في قوت أخبار قصيرة من بعد يمكن تكملها في الجرائد اللي هو الورقية، منافس لأننا كنتنافسوا معهم على المفسد على الخبر، لأن الجرائد اليومية ولا الجرائد الأسبوعية ولا الجرائد اللي هي الخبر كنحاولوا أننا كانت سرعة لأن عندنا إمكانيات، لأن عندنا كتسمح لنا أننا نكونوا سباقين في تقديم الخبر يعني كاين، وهذا ما كيضرش يعني بالنسبة لنا التكامل والتنافس مسألة عادية. كيفما الجرائد اليومية كتنافس بيناتها وكتكمل بعضياتها، كيفما الجرائد اليومية كتنافس مع الجرائد الأسبوعية كتكملها، كيفما الجرائد ديال التلفزيون كتنافس الجرائد الإخبارية، أخبار التلفزيون كتنافس مع الجرائد الورقية وفي نفس الوقت كتكملها، يعني التكامل كيبقى في جميع وسائل الإعلام اللي كتركز على الخبر وكتقدم خدمة اللي هو الخبر. أنا كنشوف بأن الصحافة الورقية غادا تبقى ربما 30 سنة، ربما 40 سنة، ربما حتى نصف قرن. المستقبل يعلمه والله، ولكن الآن أنا كنشوف بأن الصحافة الإلكترونية هي مكمل للصحافة الورقية، هما أخوان من الرضاعة يعني يرضعان من تدين واحدة وهي الإخبار الناس ويعني البحث عن المعلومة وتقديمها إلى القارئ. كاين أسباب كثيرة كتخلي الجرائد الإلكترونية أكثر مقروية من الجرائد الورقية. أول حاجة بعدك هو أنها مجانية، وهذه اللي كتأثر بليزمو على مام الصحافة الإلكترونية اللي احنا جيناها من الصحافة المكتوبة، لأن لاقت الفعل ديال أنك تشري عند واحد ديجا كاين واحد لاقت ديال أنك تدوز لواحد الحاجة باش تقلب على الأخبار كتأدي عليه شي حاجة. من الطبيعي أن يتزايد عدد مواقع الصحف الإلكترونية ويتزايد الاهتمام بها في ظل فضاء تواصلي افتراضي ذي تكلفة بسيطة وفي ظل فراغ قانوني، ليصبح في مقدور كل شخص جاهز لدفع مبلغ بسيط أن يطلق موقعاً إلكترونياً قد يسميه تجاوزاً جريدة إلكترونية، وقد يستقي فقراتها عن طريق القص واللصق من صحف إلكترونية أخرى تتبضع بدورها غالباً موادها الإخبارية من الصحف الورقية. هذه الأخيرة وإن كان هناك من يعتبرها متضررة من توسع ومنافسة الصحف الإلكترونية، إلا أن عدداً من الباحثين يدحضون هذه الفكرة بدليل أنه لم يثبت أن ألغى وسيط إعلامي جديد آخر سابقاً، إذ الإذاعة لم تقتل الصحافة الورقية والتلفزة لم تقوض الإذاعة والإنترنت بدوره لن يمحوها جميعاً، فأزمة المقروئية سابقة على ظهور هذه المواقع، والسبب ربما كونها جزءاً من أزمة نماذج التنمية التي اعتمدت منذ ستينيات القرن الماضي والتي لم تفلح في إقامة أسس مجتمعات معرفية تواقة إلى العلم والتحصيل المعرفي.